اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه بنرحب بمعدتنا، معده الفريق الاول لكره الطائره سيدات واحسن معده في افريقيا. البطوله اللي فاتت خلصت منذ ايام. سهيله وفيه، اهلا بيك يا سهيله. اهلا بحضرتك، ازيك؟ عامل ايه؟ النادي الاهلي. ربنا يخليك، شكرا. بنستنى لما تيجي من امريكا عشان تنورينا. ده شرف ليا والله. شكرا. لا شرف لينا، وانت جاي النهارده بقى منورانا بلقب احسن معده في افريقيا وتستحقيه عن جدار. ربنا يخلي حضرتك، شكرا قوي. كلميني عن ظروف مشاركتك في البطوله. يمكن احنا قلنا مش هتلحقي، هتلحقي، وكان في كلام كتير عن الموضوع ده. ايه اللي حصل وازاي لحقت البطوله؟ دي حقيقه، انا كنت عندي ماتشات هناك. السيزون بتاعي في السبرينج بريك كان المفروض عندنا ماتشات برضو. بعدين جت بالصدفه يعني البحثه ان احنا خلصنا بدري، وبعدين اتكلمت معاهم ان انا في افريقيا في مصر وكده، وقدمت عليها يعني بشكل رسمي هناك، والكابتن بتاعي وافق والاتحاد هناك وافق. فلما هم وافقوا اجلوا لي امتحاناتي بتاعه السمستر نفسها. برافو. اخدت جزء منها بدري، يعني الدكاتره كانوا متفاهمين قوي ان انا نازله وعندي بطوله وكده. الجمال ده. وجزء تاني اخدته اونلاين. برافو. برافو. يعني بص، بيساعدوك ازاي؟ لا ساعدوني بصراحه بكل حاجه، يعني حتى الامتحانات بتاعتي كانت اوفيشالي المفروض ان بيرسون، ان انا اروح هناك بالزبط. اخدها في الجامعه مع الطلاب مع كل حاجه. الدكاتره اول لما عرفوا ان هي بطوله افريقيا وان هي حاجه يعني يونيك لازم ان انا حاجه نفسي اعملها او كده، قالوا لي ما فيش اي مشكله خالص، احنا لو انت تقدري تاخديها بدري احنا ممكن نعمل نديك الامتحان بدري لوحدك. وده جزء من الدكاتره. والجزء الثاني قال لك ما فيش اي مشكله خالص، احنا ممكن ندهولك اونلاين. فكانت بصراحه شوفي بيساعدوا الناجح عشان ينجح. ايوه دي حقيقه. يعني امانه، يعني بصي ساعدوكي، كانت النتيجه ايه؟ الكاس اللي احنا شايفينه. دي حقيقه. يعني هم حتى كلموني قالوا لي احنا يعني فخورين قوي ان احنا عملنا كده معاكي، يعني احنا مش زعلانين خالص ان احنا عملنا كده. بعت لهم الصور، هم كانوا متابعين. ايوه اي، كانوا بيتفرجوا على الفاينل، اكشلي السيمي فاينل والفاينل اتفرجوا عليه. برافو، دي حاجه حاسه انت بالفخر جدا جدا. خلي بالك يا سهيله، انت قصه كفاح على قد سنك الصغير، بس انت قصه كفاح. يعني انت خليني اتكلم بكل امانه، كنت قبل ما تسافري امريكا ما كنتيش اساسيه. دي حقيقه. وسفرك الاساسي لامريكا برغم غربتك وبعدك عن مامتك اللي انت متعلقه بيها جدا، باباكي واسرتك، كان عشان ده. صح صح انا غلطان؟ صح صح جدا. ان انا اخد فرصه يعني. انا كنت واخده قرار ان انا اسافر امريكا دي اعمل حاجه هناك. اولا اخد فرصه ان العب واثبت نفسي في حته تانية، وان انا اخد حته ان انا ابقى في الملعب وقت اكبر، مشاركتي في الملعب وقت اكبر. وده حصل يعني الحمد لله. لما اخدت الفرصه هناك كسبنا الدوري، واخدت يعني الحمد لله جوائز فرديه يعني. فلما ده اداني خبره كبيره قوي، حتى لما نزلت لعبت معاهم كاس مصر قبل بطوله افريقيا، كنت نازله يعني واثقه بقى من نفسي، وكنت حتى شكل يعني تفكيري تفكيري مختلف تماما في الملعب. السنه اللي فاتت لما رجعتي برضو الناس حست بالفرق. دي حقيقه. ده هتلاقي اكتر واحد زعلان دلوقتي كابتن حمدي الصقر. انت راجع للجامعه صح ولا لا؟ ايوه طبعا عايزك معاه، عايزك معاه. طب دي اخر سنه دراسه ليكي؟ نفسي. دي لسه قدامي سنه ونص، لسه قدامي تو سيزونز هناك. تو سيزونز. قدامي سنه ونص، ثلاثه سمستر مظبوط ولا بالظبط؟ بس اكشولي هيبقوا يعتبروا موسمين هنا. بالظبط. هيبقى ترجمتهم موسمين. وموسمين، لا هو اكشولي موسم بس واحد. موسم هنا. واحد هنا. وموسمين هناك. يعني موسمين هناك بس هيفوتك موسم واحد هنا. وموسم واحد هنا. طب هسالك سؤال، يعني انت حابه يعني تخلص التجربه دي ترجعي تاني النادي الاهلي، ولا حابه تكملي مثلا احتراف، تشوفي فرقه، تكملي في دوري هناك، تكملي حاجه في امريكا؟ بص انا مش هكدب على حضرتك، انا جاي لي من دلوقتي كذا عرض من اوروبا. بس لسه مش عارفه بصراحه الدنيا هتمشي معايا ازاي يعني لما فين اخلص. فين؟ مش عايزين اسامي انادي النوادي بس قولي لي مثلا. ايطاليا. ايطاليا. ده دوري جامد. جاي لك فرصه هناك. وهم بس بيتهيألي بينتظروا لما تخلصي الدراسه. لازم. بس عينهم عليك. هو كل حاجه هناك بتنزل على الانترنت. لما حد يعني كل ماتش الهايلايتس بتاعته بكل حاجه بتنزل على صفحه الدوري هناك. بكل اللعيبه بكل الاسامي وكده. فلما اخدت كاس احسن بصيره السنه اللي فاتت كلموني على طول بعدها باسبوع كده، قالوا لي انت قدامك قد ايه وانت عندك كام سنه وكده. فابتدوا يتكلموا معايا يعني كذا كذا نادي وبتاع. النوادي نفسها ولا وكلاء؟ النوادي نفسها. الانديه نفسها. بس بقى فانا يعني لسه ما قررتيش. لسه لازم كده كده لازم اخلص جامعتي. بالظبط. لازم اخلص جامعتي. وبعد كده تاخدي قرارك اذا كنت هتروحي. بالظبط. بس اقول لك بامانه يعني طبعا الدوري الايطالي ده حاجه تحفه طبعا. كل المقاييس يعني، وانت تستحق على فكره. يعني ارقامك خلي بالك، احنا جبنا ارقامك وما شاء الله الارقام عظيمه جدا. يعني ارقام سواء وانت هناك في امريكا او لما جيت
رجعت مصر ولعبت بطوله افريقيا او الكاس، ارقامك بجد جيده جدا. شكرا. يعني يمكن الباصات بتاعتك بتترجم لضرب بشكل معين، في ارقام في الداتا فولي، في تطور كبير جدا في 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 ادائك. الحمد لله. طيب في جامعه في امريكا بيقولوا لك ايه؟ خاصه لما رحت اول سنه انت ما كنتيش الاساسيه. دي حقيقه. احنا لما كسبنا الدوري السنه اللي فاتت الكابتن حس ان هو دايما مركز المعد تقدر تتحكم فيه شويه، انك تسرع اللعب عموما. صحيح. يعني هم عندهم امكانيات هناك ضريبه كويسه وكده. فانا فاكره كويس قوي احنا اول لما كسبنا الدوري الكابتن بتاعنا حط هناك خطه ان احنا هنسرع اللعب جامد قوي، يعني في الفرقه هنلعب اسرع بما اننا بقينا ننافس والدنيا كويسه قوي معانا، فاحنا عايزين بقى ننافس في مستوى اعلى. فاكر لما احنا كسبنا الدوري، فلما بتكسب دوري كل اول دوري بيخش بطوله هناك اسمها NCAA Championship. احنا لما دخلناها خسرنا فيها. كانت فرق منافسه قويه جدا جدا. لما هو حط السيستم دوت احنا لعبنا في السبرينج بريك التشامبيون بتاع NCAA Championship دي. لعبتوها السنه دي كمان؟ لعبناها السمستر فات على طول بعد ما كسبنا الدوري وكده، وبعد ما البطوله خلصت وبتاع. لما هو حط السيستم ده احنا رحنا خسرنا منهم 3-1. فده كان اصلا لوحده انجاز جدا جدا. في بروجرس في المستوى، يعني انتوا السنه اللي فاتت شاركتوا بمستوى اقل، السنه دي شاركتوا بمستوى احسن. يعني فرقه زيها كسبونا او يمكن اقل منهم كمان كسبونا 3-0. لما رحنا لعبناهم وطلعنا معاهم 3-1 والجيمات مقفوله، الكابتن بتاعهم كان مذهول، انتوا ازاي كده يعني. انت عارفه الجميل في ايه كمان؟ ان اللعب السريع ده مين اللي معتمد عليك انت بالظبط؟ ضرب سريع على الشبكه بالظبط. هو بقى مسكني لوحدي 3 شهور بتوع من شهر 1 لحد شهر 4 ما بيعملش حاجه معايا غير ان هو بيمرني على الكره السريعه دي. يعني ما كل اللي في دماغنا ان احنا هنمرن اسرع عشان الفرقه تبقى اسرع.